طبعا احنا النهارده وير فيري اكسايتد ومبسوطين جدا ان احنا نطلق المشروع ده بالتعاون مع وزاره التضامن ووزاره الزراعه. الموضوع ببساطه ان احنا بنحاول نمكن المراه الريفيه عشان تنجح في الزراعه، والزراعه قطاع مهم جدا بالنسبه لمصر، فمهم جدا ان احنا كشركه بيبسيكو كنا نخش نحاول نساعد المراه الريفيه. الموضوع ببساطة ان احنا هنقدم لها دعم 60 مليون جنيه مصري على مدار 3 سنين، هنقدر من خلالها ان احنا نقدم لها دعم مادي ودعم فني وتقني عشان تنجح في زراعة ارضها وتبقى الاراضي والمشروع مربح بالنسبة لنا. ببساطة عاوزين نكسر كل التحديات وكل العوائق اللي بتقول المرأة المصرية ما تنفعش تبقى في الزراعة، بل بالعكس أنا بؤكد إن المرأة المصرية هتعمل طفرة في الزراعة لو اعتنينا بيها وعلمناها، وإن شاء الله تاخدنا في حتة تانية ونبقى فعلا عايشين مثلها. هي الزراعة المصرية في تحديات، والتحديات في الأراضي الحيازات الصغيرة اللي هي 5 فدان وأقل. ليه؟ لأنه مش عارفين يطلعوا منهم ربحية. النهاردة لازم نغير الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الأراضي دي من حيث الطريقة العلمية في الزراعة وتوفير المية والأسمدة والتقاوي، بحيث إن احنا نطلع ربحية من القطاعات دي عشان نوسعها، ما يبقاش الناس بتسيب الأرض وتجرفها، بل بالعكس عاوزين نكترها ونكتر المشروعات الصغيرة ونأكد إنها ممكن يبقى فيها ربحية.